الراديو 90-90 هواها مصري. مساء جميل لكل مستمعي الراديو 90-90 هواها مصري. قد المقام كل حد وثلاث من 8 ل 9 بالليل بكون معاكم بسنت بكر، بنحكي في حكايات وحواديت واصحاب لاصحاب المقام العالي اللي عملوا بصمه وشكلوا جزء من تاريخ البلد وذاكرتها الموسيقيه العظيمه. تابعنا من شويه جماعه احتفاليه السيد الرئيس رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، احتفاليه قادرون باختلاف. الحقيقه حدث واحتفاليه شديده إنسانية. لفت نظري مفردة أو جملة أصحاب الهمم، قلت الله، يعني أصحاب الهمم يعني إيه المفردة الجميلة دي؟ الحقيقة تكريم لولادنا وشبابنا من ذوي القدرات الخاصة، وزي ما بقول احتفالية شديدة الإنسانية، يعني مليانة أمل وعمل وجبر خاطر، وتحس أنت مبسوط كده وأنت بتتفرج على النماذج دي من الشباب الجميل. أصحاب الهمم يعني الهمة والعمل عزيمة، ربنا يرزقنا جميعا الهمة والعزيمة. عبقرية الشخصية المصرية أعتقد أن جزء كبير منها في مزيكتها وصناعها ومبدعينها وأصحاب مقامتها العالية. الأسبوع، لا مش الأسبوع، الحلقة اللي فاتت على طول بدأنا ملف عن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، يعني أصولنا وجولنا. هنكمل النهاردة طبعا محمد عبد الوهاب، يا جماعة تاريخ كبير في ورث الموسيقى العربية والمصرية. أغاني كتير طلبتوها، حكايات كتير عايزين تعرفوها. كلمنا الحلقة اللي فاتت عن علاقة عبد الوهاب بأمير الشعراء أحمد شوقي، يعني عدينا كده على عبد الوهاب وعبد الحليم. النهاردة هنتكلم عن عبد الوهاب وتجربته الشخصية مع ست أم كلثوم والخلطة المصرية الموسيقية. مكملينها مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في قد المقام للحلقة الثانية على التوالي. 199 هو رقم الرسائل، و218-10-866 هو رقم التليفون، وصفحتنا على الفيسبوك والإنستجرام هي راديو 90-90. عايز أسألكم بالمناسبة كده، يعني أول غنوة عملها محمد عبد الوهاب لست أم كلثوم كانت غنوة إيه؟ يعني هي غنوة، يعني السؤال سهل بس يعني ايه، سيبولي الكومنتس على بوست الحلقة وهتلاقوا صورة حلوة قوي. عبد الوهاب مع ست أم كلثوم، وست أم كلثوم ماسكة حلة كده ما تفهمش هي حلة ايه بتاكل، واضح ان هم كانوا في بروفات وجعانة جدا. انتوا عارفين اللي بيغنوا ده، اللي بيغني بيعمل مجهود بيجوع، بس هو لما يجي يغني يعني الافضل انه ما ياكلش، ما يملاش معدته عشان النفس، يعني عارفين. فخشوا اتفرجوا على الصوره وسيبوا لي كومنتس وقولوا لي ايه هي اول غنوه عملها عبد الوهاب لام كلثوم. للي ما تابعناش من الحلقه اللي فاتت، عشان احنا بنتكلم كده يعني بنحكي حكايه تاريخيه لطيفه بنتعلم منها حاجات، لان تجربه عبد الوهاب قلنا الحلقه اللي فاتت انه راجل بسيط من باب الشعريه، يعني من اسره متوسطه بسطة الحال، بيحب الغنى، بدأ يغني، قابل أمير الشعراء أحمد شوقي اللي تبناه وأخده عنده في بيته، وبدأ يسمعه سيمفونيات وموسيقى غربي ويقعده في صالونات مع كبار البلد في الوقت ده. فعبد الوهاب عنده ثقافات مختلفة، ويمكن ده زي ما قلنا برضو إن ده اللي بيفسر إن عبد الوهاب اقتبس بعض الإيقاعات الغربية زي الرومبا وزي السامبا وزي التانجو في بعض الأغنيات اللي قدمها في تاريخ مشواره الفني. يمكن كمان إيقاع الفالس اللي عمله في غنوة دارة الأيام هي معانا النهاردة. عايزين تسمعوا إيه صحيح؟ دارة الأيام، عايزين تسمعوا هذه ليلتي، كل دي ألحان عبد الوهاب لأم كلثوم. عايزين تسمعوا مثلا جفنه علم الغزل، بالمناسبة جفنه علم الغزل فيها إبداع رائع لعبد الوهاب، لأنه الغنوة فصحى جفنه علم الغزل للشاعر بشارة الخوري أو المشهور بالأخطل الصغير، ولحنها عبد الوهاب على إيقاع الرومبا ولا الصامبا، الرومبا ولا الصامبا، استنوا كده بقى. إن عاشقنا فعذرنا أن في وجهنا نظر. يا سلام على جمال اللغة العربية
يعني الواحد والله وهو بيقولها كده يحس ان هو بيغني. عبد الوهاب كان شديد الثقة يا جماعة. الأستاذ محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال، أحسن تكون لسه فاتحين الراديو دلوقتي تقول لك عبد الوهاب مين. محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال كان شديد الثقة باللغة العربية الفصحى، يعني كان في حوار كبير جدا أجراه محمد عبد الوهاب مع الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، وقال له أنا متأكد إن المستقبل هو للغة العربية الفصحى، وإنه لازم الغنوة اللي بالفصحى تعيش يمكن أكتر من الغنوة العامية. والحقيقة الواحد لما أرى أو يعني سمع الرأي ده قلت صحيح والله، إحنا لغاية النهاردة في شباب بيطلع يعمل تجارب غنائية مهمة بالفصحى. يمكن عبد الرحمن محمد أصابك عشق، أفتكر اسمها كده، أو أصابك عشق، لا الناس بتسمع وفعلا الغنوة. كلمات ماجدة الرومي، نزار كوباني، شغل قاسم الساهر معظمه طبعا، يعني لا يعني هو لا شاطر، ذكي جدا، سباق، رائد، هو شايف قدام في ايه. ويمكن عشان كده هو ركز قوي في القصائد ولحن حاجات كتيره جدا. وعايز اقول لك ان شغله بالفصحى، الاغاني اللي بالفصحى مشهوره جدا زي الاغاني اللي بالعاميه، عادي جدا، يعني الجندول، صوت الكرنك، جرت الوادي، مجنون ليلى، جفنوه علم الغزل اللي احنا سمعناها، انت لست قلبي لي ابو ماضي، عبد الحليم، انت قلبي، كامل الشناوي لعبد الحليم، كل دي اغاني فصحى، ايظنه لا تكذبي. لا يعني لا يعني الراجل الحقيقه. عايزه بس سريعا كده يا جماعه اسلم على مسلم غزوني، عايز اسمع دارت الايام، سجده عايزه دارت الايام، اماني الفولي، انت عمري يا بسنت من فضلك، حاضر دسوقي، جفنه عناية، حاضر والله. بس اسمعكوا ايه؟ اسمعكوا بقى فصحى، يعني خلينا كده نروح نستطعم مع بعض النهارده الفصحى. اسمعكم ايه مثلا؟ ايه رايكم في انت قلبي؟